الأمنية وبالنسبة للشعب السوداني ما يحدث الآن. دي من الأشياء المهمة دارينا نحن نتطرق لها وأسبابها. وحنتكلم طبعا يا جماعة احتزار الكباشي عن المسؤول للجنة التحقيق بدون أي مبرر، وده شيء متوقع. يعني منذ أن بدت هذه اللجنة، يعني مين بدينا نحن يا جماعة؟ اللجنة رشحوها، ولجنة أديب، وانتقدنا أديب نبيل أديب نفسه لأدواره اللي كان ما بتتناسب، وطرحه طارح نفسه كمحامي سياسي ما محامي مهني. يعني لو نبيل أديب كان محامي مهني يقيف يدافع عن صلاح غوش كنا بنحترم هذا القرار، لأنه بنعتبره ده محامي وده دوره. لكن أن يكون محامي طارح نفسه كسياسي وكمعارض يا جماعة لنظام، ويجي يقيف للدفاع عن أكثر من قمع في ظل هذا النظام صلاح غوش. ونذكر جيدا أنه نبيل أديب يا جماعة دافع عن صلاح غوش في القضية المشهورة الانقلاب، التآمر اللي كان بيدور ما بين الكيزان الصراع بعد ما توسعت دوائر العمالة. كان الفترة دي دوائر العمالة محدودة، ما كانت متوسعة بالصورة الظاهرة الآن. عارفين أنه اللجنة بتاعت نبيل أديب دي لجنة بتاعت تهريب بتاع أدلة، ولجنة بتاعت مماطلة، ولجنة بتاعت تخدير. لأنه يا جماعة من أكثر القضايا وضوحا، ويمكن قضية ما عايز لها نقاش، هذه القضية العار الفضيحة يا جماعة، مذبحة 3 يونيو، مذبحة فض الاعتصام، دي قضية عار في تاريخ الدولة السودانية، حتكون يعني عار في تاريخ وسمعة الجيش السوداني. القضية دي يا جماعة واضحة وضوح الشمس، والمسؤولين المباشرين من هذه القضية يمكن احترفوا بألسنتهم. وكنا نسمع رد دائما من قوى إعلان الحرية والتغيير لما نتكلم عن اللجنة، اللجنة لا، أي من كان ما في حصانة لأي مسؤول. الكلام ده كان بيتقال وبيتم مهاجمة اللايفات في هذه الصفحة اللي اتكلمت منذ تعيين هذه اللجنة أنه نبيل أديب دوره معلوم ومرسوم، واختياره للجنة ذاته تم كيف؟ لأنه كل الخيارات يا جماعة كانت بتتم من أهل المصلحة، مش أهل المصلحة الشعب السوداني اللي كان بالثورة، لا لا، الذين تسوروا الثورة وتسلقوا الثورة وردوا من خلال الثورة أعداء الثورة اللي كانوا يعني عندهم مسألة يعني زي ما بيقولوا عدم ثقة في الشعب السوداني ويئسوا. حتى سمعنا تصريحات كثيرة ما قبل الثورة من مريم الصادق المهدي أنه كلمة انتفاضة أصبحت مبتذلة، سمعنا من خالد سيدك أن الجماهير ده كلام وهمي. طبعا وهمي بالنسبة لهم هم كأحزاب، استخدموا الجماهير، لأنه يا جماعة هذه اللجنة ده مبرر. طيب الحالة الحاصلة الآن في الدولة السودانية في تفلت أمني مدروس وبتم رغم وجود الأجهزة دي، وفي رسالة مهمة للشعب السوداني في نهاية اللايف اللي هي يا جماعة لعناية الشعب السوداني المفضل، هنقول لهم يتعاملوا كيف مع السيولة الأمنية اللي هي على أعلى مستوى، وطبعا ضرب العدالة، لأنه نبيل أديب وقوة إعلان الحرية والتغيير عندما كان تسأل عن كيف لكم أن تستدعوا أعضاء مجلس السيادة المشاركين في جريمة ومجزرة فض الاعتصام، جريمة إسقاط الدولة السودانية الوطنية. بالمناسبة جريمة فض الاعتصام المجزرة دي عندها أبعاد كثيرة، عندها أبعاد كثيرة، لكن لأنه كان الهدف الأساسي من كل القوى السياسية الموجودة في الساحة هي ذبح العدالة. لما يقيبوا العدالة
وتكون في سيولة قانونية، يعني ما في سيولة يا جماعة. الليلة انت ما عارف بتشتكي لأي جهة، يعني ابسط حاجة في فيديو متداول الان يا جماعة، الناس اللي اقتحمت القسم يا جماعة وقبضوا على شرطي وبتحروا من الشرطي اللي اتكتل فيهم شاب، لانه يا جماعة ده كله مقصود انه يكون في حالة لا امن في نفس الوقت تجعل مستوى اعلى مستوى رأس الدولة انه ما في محاسبة بتتم. لا كباشي حيمشي للجنة التحقيق رغم احترافه بعظمة لسانه والكلام اللي كان بيقوله نبيل اديب، وكانوا بيبرروا بالساسة انه عندهم الضمانات لاستدعاء الناس في مجلس السيادة. طلع كلام بكل الاحوال يا جماعة ان احنا عايشين في سلسلة بتاعت اكاذيب من الناس اللي هم قاعدين ومتسلطين في الدولة السودانية وملكوا زمام الامور، ولكن ليس لانفسهم وليس للوطن ولكن لصالح دول اخرى. فمعروف حالة السيولة الامنية في هذا الوقت، يرفض كباشي في وقت خطير جدا جدا بتفي جريمة كبيرة جدا ضد الامن القومي السوداني في الوقت ده بالذات في صراع، فجأة يتم إغلاق المنفذ الرئيسي، وسبق قلنا أهمية المينا ليه؟ لأنه أنت لمن تسلم المنتفذ بتاعك ونفسك ده لجهة تانية بتتحكم حتى في كل أشيائك. الآن المينا بتاع بورسودان، لاحظ الكلام ده كله، ده كله صرف نظر، ده الدور بتاع لجنة أديب، ده الدور بتاع هو إعلان الحرية والتغيير اللي هم كانوا أثناء الفترة اللي فيها ثورة وفيها ناس بتستشهد وفيها مواكب، هم لافين ما بين الدول بدعوات من أجهزة أمنية، ما بدعوات يعني من الدول دي متمثلة في وزراء خارجية أو متمثلين، لا لا، من أجهزة أمنية. الآن المينا بتاع بورسودان فجأة بدون أي سابق إنذار تم إعلان إغلاقه. لاحظ كويس عشان تعرف الأخبار، أنا داير الناس تفهم ليه الناس زي أن إحنا متفقين أن الناس زي سرقوا الثورة، سلموها للكيزان، عارفين أنه ما في عدالة حتقوم، عارفين النائب العام القاعد بصورة رئيسة القضاء دي وجوده مهم لتعطيل القضاء، لأنه ما يقيم عدالة، لأنه عفوا إذا في عدالة حقيقية يا جماعة في الدولة السودانية، العدالة ما بتخلي مش العسكريين اللي ارتكبوا جرائم فقط، حتى السياسيين اللي ارتكبوا جرائم وحتى الحركات الثورية اللي ارتكبت جرائم. عشان كده ذبح العدالة ده متفق عليه السيولة الأمنية دي، لأنه عشان يخفوا خبر أنه الميناء بتاعنا مغلق، أن إحنا تاني أي حاجة تجينا يا نمشي ناخد ترانزيت عبر المواني المصرية يا جماعة. والكلام اللي أنا بقوله لكم ده كلام طبعا في الدولة السودانية الآن، ما في زول جايب الخبر عشان حيكون في خنق اقتصادي. أنا داير الشعب السوداني ينتبه مزيد من الخنق بعد ديب كابتين العملاء سلموا حتى المنفذ الرئيسي. عشان لما نحن بنتكلم ونقول يا جماعة ما في جيش، ما في نظرية بتاعت أمن قومي، في خطورة في أشياء كثيرة جدا جدا، والناس زي كانوا متمسكين وبيكسبوا في الزمن، عشان دول المحاور يا جماعة تحقق أهدافها، وأكبر وأخطر هدف بيتم تحقيقه الآن. وللناس اللي بتتابع هذه الصفحة قبل ما يدور الآن في الحدود بتاعتنا في الشرق هناك القوات المسلحة، يمكن كانت متابعة أن احنا تكلمنا عن شنو قبل الكلام ده يا جماعة تحديدا بشهر شوية. لما نتكلمنا عن الجسر بتاع الأفران وما أدراك ما الأفران، يبقى أن احنا في ظل وضع خطير جدا جدا. الشعب السوداني ينتبه،
ذبح العدالة كباشي ما ماشي، بكرة حميتي ما ماشي، وهم اللي احترفوا، هم اللي احترفوا. كباشي بلسانه احترف وأرجع المسؤولية، المسؤولية الأخلاقية والقانونية بترتب على من أصدر الأمر، وكباشي تحدث عن المسؤولين جميعا. يبقى حكاية نبي الأديب عشان يجي يحدد لنا الليلة وكباشي يحتزل بدون أي سبب، دي سمة لجنة نبي الأديب للتهريب. وفعلا هرب كل المسؤولين، تهربوا، الحبر تم الناقصة، مجلس السيادة تدخل، لأنه الكلام اللي كنا بنقوله ده ما كلام كذب، لأنه نحن كان عارفين الناس زي بيشتغلوا يا جماعة بيعطوا طريقة وبيعطوا أسلوب، وخططوا لسرقة الثورة كيف، وخططوا يا جماعة لذبح العدالة كيف. لما برهان استبق بخطوة ورق القضاء وعينوا في المحكمة العليا وخرقوا القانون، والحمد لله الكلام ده كله تحدثنا فيه، ومحكمة دستورية، ويطلق صلاح عبد الغفار الشريف بتعليمات من الإمارات. يا جماعة ده كله كلام قلناه. ولما بنقول الكيزان الجنجويد لما جابوهم وخدتوهم كنا بننتقد، يا جماعة الجنجويد الآن اللي لابدين في نصهم هم الكيزان، هم الكيزان. الكيزان هدفهم شنو؟ وشركاؤهم من الحركات المسلحة والذين كانوا يدعوا معارضة الكيزان وهم كانوا شركاء للكيزان، ده كان هدفهم يا جماعة، يساهموا في حالة لا أمن، يساهموا في حالة لا أمن. عشان كده في جزء كبير منهم تصدى للمظاهرات بتاع 19 ديسمبر 2020. دين مصلحتهم أنه ما يكون في تغيير، لازم يساهموا في السيولة الأمنية دي، يكون ما في أمن، يجي جهة تضبط واحد يمشي يقتلوا، يجوا مباحث يقبضوا ثلاثة يقتلوا واحد، يقوموا الأهالي يجتمعوا كقبيلة يمشوا كله يهاجموا القسم، حتى القسم يقبضوا على رجل الشرطة ويعذبوه ويستجوبوه، ده المواطنين. لحظة الكلام ده كويس، الهدف من هذا الأمر شنو يا جماعة؟ اغتيال هنا وخطف هناك وإخفاء هنا، الهدف منه شنو؟ إذا نحن ما فهمنا يا جماعة الأهداف دي مشكلة. اللي بيحصل في الخرطوم في قريضة هناك، لاحظ يا جماعة محل السلام عشان تعرف الأكاذيب، عفوا، في صراع يا جماعة في قريضة بين الفلاتة والمساليك، وفي حركات وفي جهات وقعت سلام وبشروا بالسلام، الصراع ده سببه شنو؟ وقام ليه؟ وهل دين ما عندهم تمثيل؟ ولا عشان نوسع دائرة التمثيل؟ والأهداف شنو؟ لسه الاستراتيجية بتاعت المحاور ماشية، والحركات اللي شاركوا دورهم شنو في الصراع الداير ده؟ ليه ما علقوا؟ ليه ما تدخلوا؟ مش هم وقعوا السلام نيابة عن أهل دارفور؟ كل السيولة الأمنية يا جماعة وكل الشنو لقطع الطريق أمام أي تغيير حقيقي وأمام أي حرية للشعب السوداني وأمام قيام أي دولة وطنية في السودان. ده الهدف الحقيقي، أنه ما تكون في دولة وطنية في السودان، لازم تكون في دولة لازم تكون في دولة يا جماعة موبوءة بالصراع القبلي، موبوءة بالسلاح بالقتل، يغيب فيها القانون، تغيب فيها العدالة، عشان هم يا جماعة يقدروا يمرروا أجندته ويقدروا يقضوا مصالحهم بكل سهولة. أي دولة لمن يغيب فيها القانون ويحصل فيها تفلت أمني يا جماعة ده بيحصل فيها، ده بيحصل فيها، بتكون هذه الدولة وبوضع الدولة السودانية الآن اللي احنا شايفينه ده الخطر.
لازم تحصل حاجات زي دي. فيبقى ان احنا لو ما تكلمنا يا جماعة ونبهنا الخطورة ليه، انه ان احنا كسودانيين لابد انه يا جماعة نستمر في هذه الثورة. لماذا نبتدي من الصفر؟ لانه الموجود الان كله يا جماعة مسوس يحمي الجراثيم الامراض المزمنة. هؤلاء يا جماعة دي كيانات معدية وكيانات مريضة، دي كيانات مريضة ما عندها علاقة بالوطنية على الإطلاق، ما عندها علاقة بالدولة السودانية من قريب أو من بعيد. والدليل على ذلك ما يحدث الآن، الخطورة في الحتة الكبيرة دي، وأن إحنا مطلوب مننا كسودانيين نصارع ما بين الجيش وجوده هناك في أثيوبيا يحرر أراضي، وما الجيش إهماله هنا للحدود الشمالية والصراعات الدائرة بيناتنا. ويجي فجأة يظهر في الأخبار كباشي يرفض المسؤول أمام لجنة تحقيق فض أو تهريب الاعتصام، أمام لجنة فض الاعتصام وهي لجنة تهريب الجناء. ولأنه لما الناس تتكلم طبعا بيجوا الكيزان. طيب في حاجة سؤال هنا قالوا أخونا دهاشة، قال انسحاب قوات اليونميد من دارفور. يا جماعة انتوا الناس حبوا تفهم يا جماعة، ما في الدنيا دي في العالم ما في جهة بتساعدك ما لم انت تساعد نفسك. قوات اليونميد في ظل وجودة بتم حرق الغرى واغتصاب والقتل، وهي نفسها بتتعرض لاختطاف ولهجوم وترجع في ناسها عمرها ما كانت بتمثل حماية. يعني وجوده وعدمه واحد، لكن انسحابه في هذا التوقيت له أهداف، له أهداف خطيرة جدا جدا، أهداف المحاور اللي هم دارين ينقلوا، ويكون في تفلت أمني وفي قتال مستمر في دارفور. والدليل على ذلك ما يحدث الآن في غريضة، لسه في صراع قبلي حيكون مر، وبعد شوية حنسمع زي ما حاصل في الخرطوم أفراد الناس زي جو هاجموا القسم خطفوا الشرطي بيحققوا معاه. بكرة بعد بكرة المطلوب غبيلة الشرطة دي تطلع والبيانات تطلع، ويطلع الناظر علان والعمدة فلان والأمير في ارتكان، اللي هم الإدارة الأهلية المسوسة والمسيسة، المسوسة والمسيسة يا جماعة، اللي بتعمل على تثبيت مصالح المحاور. لأن شدة ما الدولة بقت فاتحة وانفكوا، حتى المحاور بقت تتغي بالإدارات الأهلية وتجتمع بها وتقدم لها الهدايا والعطايا، بتقدم لها الهدايا والعطايا. ده الشيء الحاصل بالضبط يا جماعة. فيبقى قوات اليوناميد يا دهاشة وجوده وعدمه واحد، لكن سحبه في هذا الوقت عشان يكون في مزيد من القتل. الحاجة الثانية دار أشير لها، طبعا احنا المشكلة حتى السيناريو الشغالين به يعني سيناريو غريب بيتم تطبيقه بالملي والسنتيمتر. زمان يا جماعة الإنغاز دي عشان تسيطر وتجيب الجماهير وتستميل الجماهير سيطرت حتى على الرياضة، وشفنا الرياضة انتهت في السودان كيف، وشفنا الأندية كيف بقت تديرة يديروها دونات بتاع عصابات. يعني حتى رؤساء الأندية الموجودين الآن دين مجرمين والسابقين مجرمين، بالذات الأندية الجماهيرية. وشفنا كيف حتى الانكسار اللي عمت حتى الإدارات كانت في أندية دي وكانت إدارات وطنية خاصة، شفنا كيف اتهانوا من أمثال أشرف الكاردينال وأمثال جمال الوالي، وكيف اتزلوا بعد عملوا لهم خطة التجويع. الخطة الآن السايقال محاول، يعني مثلا حاقول لك كيف عشان الشعب السوداني ينتبه جيدا يا جماعة، لأنه عندنا له رسالة مهمة لازم يتصرف كيف.
الآن إذا نحن عندنا أدوية أو عندنا قمح أو عندنا السلاح أو عندنا أي مصيبة، مفروض ده حاجة حق الدولة السودانية، المخزون الاستراتيجي، إمكانياتنا، حاجاتنا دي المفروض دي من الأسرار بتاعت الدولة. الآن نحن ما عندنا أسرار لأنه المينا حقنا معطل، حنضطر نستخدم المواني المصرية. نفس الفترة اللي دمروا فيها السفن بتاعت سوداناي ودمروها في المواني المصرية العين السخنة وين، وجايبين الباخرة يصينوها والطاقم يصرفوا له باليورو وبيتم تدميرها، نفس التدمير بتاع السودانين. الآن نحن المواني المصرية تكرمت علينا عشان تكون منطقة ترانزيت، عشان نحن تجارنا اللي بيستوردوا نجيب شنو ونعمل شنو. بمعنى يا جماعة الخطورة الكبيرة أن الدولة السودانية دي حيتم تسليمها تسليم أهالي، تسليم أهالي، يعني أن إحنا حنبقى بعد شوية حتى أن إحنا السيطرة علينا حتكون يا جماعة ما من الهنابيل ديل، لأنه حميتي العمل له كورجة من المطبلاتية وفرق حسب الله. والآن طبعا بعد خلاص الأموال نضبت، وأنا لما قلت لك حتتحل مشكلة ليبيا أمثال حميتي وحميتي نافخنوا الكيزان، طبعا حميتي وعبد الرحيم أخوه أسهل حاجة الكيزان يتخلصوا منه، لكن قاعدين يستخدموهم لحد الآن، لأنه أساسا الكلب عمره ما حيتعدل زي الكلب. وحميتي زي ما قلنا هو كلب الكيزان، واتبعه كلاب من المثقفين وكلاب من النشطاء، وقحت جاك مررت خطة الكيزان كلها عشان يا جماعة حميتي يقعد يستخطف في الناس بالأموال. الآن أموال حميتي حتنضب، ليه حتنضب؟ لأن المحاور بقت السيطرة الفعلية في إيده، يعني جاي قمح أو جاي جاس خاش السودان حيجي عبر المينا شنو يا جماعة؟ حيجي عبر المواني المصرية ترانزيت عشان يتنقل بالشاحنات للسودان، لأن المينا بتاعنا فجأة كده قفلوا الصيانة، قفلوا منه اتخذ القرار منه؟ اللي اتخذ القرار منه؟ ومن الشركات اللي حتشتغل في المينا السوداني عشان كباشي مطلوب منه أن احنا القضايا المهمة بتاع التوطين وتوطين الاحتلال وتمكينه باتفاقيات بحيث أنه يسيطر حتى على الشعب بصورة مباشرة، مش عبر الجوادين والعملاء اللي قاعدين أمثال برهان وأمثال حميدتي وأمثال القيادات السياسية دي. كده خلاص المنفذ بتاعك بقى في اتجاه تاني. شوف أنا هتحكم فيك كيف، شوف أنا هتحكم فيك كيف. يبقى يا جماعة نحن لو ما درسنا الحاجات وما فكرنا بطريقة، وليه الأخبار دي بتطلع في أوقات زي دي؟ ده السؤال المهم. ليه فجأة كده يطلع الخبر بتاع أنه والله يا أخواننا كباشي اعتذر عن المسؤول للجنة؟ وليه يكون في الزنقة دي عشان فجأة يقولوا للناس المينا ما في عشان نحن نحول بالمواني شنو؟ نفس ما تم، نفس شوف القضاء، نفس ما تم يا جماعة في اتفاق فاشل. أنا عشان الناس العاملة فيها بتفهم سياسة وما فاهمين حاجة، لأن السياسة دي يا جماعة أعلى سلام فيها الأمن الوطني ده، الأمن الوطني، أمن الدولة اللي هي الدولة بمسمى المعروف مساحة جغرافية حقتي دي. في اتفاق نيفاشا في مساعدات كانت بتجي وبتخش تمشي للجنوب وللشمال، ما تمت عبر الشمال أو أي دولة ثانية، كانت بتتم عبر جمهورية مصر العربية عبر بنك مصر. الحاجات دي طبعا لأنه نحن تعبنا وفكرنا مفتكرين القيادات دي الرجال عندهم وطنية، وتحدثنا معهم في أمور لكن كانوا يتضايقوا، وتأكد لي تماما أن الناس يا جماعة ما هم إلا عملاء، ما هم إلا فدين في رقبته بيحاولوا يسددوا للدول دي، دار الضيافة بتستضيف بلاد الأجهزة وينزلوه وعربات ويودوهم السوق وهم ماشيين الهنابيد.
زي اللجنة الوزارية العليا البداية أيام البشير دي الوزراء بيجوا يا زول قال اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بين البلدين وكل الاتفاقيات بالنسبة للجانب السوداني معطلة بنسبة 90% مفعلة بالنسبة للجانب المصري بنسبة 100% تمام يا اخواننا كل الاشياء دي ها وطبعا في واحد حيستغرب يقول طيب الاماراتيين وعلاقاتهم يا جماعه دول ما محاور بيشتغلوا عليك عندهم مصالح زي ما الامارات هسه بتستثمر في الاراضي السودانيه في حلايب وشلاتين لكن بتستثمر لصالح منه لصالح مصر يبقى نحن يا جماعه في اشياء اذا ما انتبهنا لها عزيزي الشعب السوداني الفضل إذا ما تحررنا وما أصغتنا كل هؤلاء الخونة والعملاء مصيرنا حيكون مصير أسود مصير أسود يا راجل ما لأنه نحن ما حيكون عندنا خلاص ما مسيطرين على أي حاجة أصلا من ناحية أمنها نحن ما مسيطرين لأنه ملفات الأمن شالانا صلاح غوش ودى باتجاه طه عثمان الحسين ودى باتجاه محمد عطا ودى باتجاه كل العملاء دين بودوا ونقلوا ودوا باتجاه كذلك عبد الغفار الشريف وغيره بالنسبة للأحزاب والحركات دين مكشوفين عريانين قاعدين انفقوا بالنسبة لأجهزة المخابرات دي كلها ودين بيعرفوا بعصرهم من وين من مصالحهم التجارية لانه بعدين وكل السياسيين السودانيين دي شغالين بزنس وده اكبر خطر يا جماعه لانه الاحزاب لما بتتصارع والمؤسسات بتتصارع على وزارات تافهه تتذكروا طبعا الناس اللي ما حضرت الديمقراطيه الثالثه كان الصراع حول وزاره التجاره بين ناس المرقني وناس حزب الامه وطبعا الصراع ليه؟ لانه وزاره التجاره فيها الامتيازات والفهم السيء في الدولة السودانية أنه إذا أنت لم تكن غني لا تستطيع أن تمارس السياسة فحتى بمر يقول لك والله يا أخي أنا ما لازم يكون عندي عشان أمارس السياسة زي الناس اللي بيجوا مرات يغيروا موقفك يقعد يقول لك أنت والله عايش كده وظروفك كده وأولادك وأنت لقيت شنو يا زول كده قوي نفسك وبعدين خلي عندك موقف ومبدأ دي يا جماعة المبادئ تراق يا جماعة دي المبادئ بتاعت السياسيين السودانيين ومن يسمون أنفسهم بالثوار وأعني بالثوار الثوار المسلحين اللي هم كانوا حملة سلاح وديل طلعوا أنه ناس كذابين وناس ما قادرين يحلوا مشاكل ما قادرين يحلوا مشاكل أنفسهم الآن زي مشكلة بتاعت الأخوان أهلنا الفلاتة والمساليك المدورة في قريضة دي ما همت جبريل لكن هم انتصار شنو الجيش في أثيوبيا وعلى ذلك قص أنا داير الناس تكون واعية بالنسبة للشعب السوداني رسالتين مهمة للشعب السوداني شوفوا يا جماعة الدولة دي مقصود أن قاعدين أسع مجلس السيادة بوزارة الدفاع اللي هي ما معروف بدير عبد الرحيم دقلو ولا بدير بتاع اسمه شنو ده بتاع الجيش الثاني الخايب القاعد موازي له وجهاز الامن معروف مدخلينه في قوات الاهبل الهطله ده اللي احترف بعظمه لسانه الناس اللي كانوا الشمشرجيه بتاع حميتي اللي هم اشتراه البضاعه البخسه اللي باعوا نفسهم في سوق الاوادم للمرتزقه حميتي حميتي قال شنو؟ قال احنا والله ما ناس قتال ايناي ما بنغات الجيوش ان احنا شغلنا في الداخل فعلا شغلك في الداخل لانك جبان لانك ما راجل وجبت قوتك جبتها من الغدر جبتها من القدر يا دقلو وجاي بنفس الطريقة تعمل بها وسايد لك ناس جايب لنا ناس اجانب وقلنا الكلام ده عشان ما يقول لك الدولة مفروض انه ما يكون في قانون ما تكون في عدالة القاضي بتاع ناس عمر البشير ينسحب المحكمة تبقى هزلية عشان يقهروا الشعب السوداني صدق الحق الحاجة المهمة حكاية انه مين المنفذ ويكون في دولة ثانية يعني ابسط حاجة حتى لو دارت تدخل السلاح
دي ما حاجات اسرع الدوله، انا جيشي ده حقانا حق الدوله، لانه ممكن الدوله بذاتها انا لا ربنا ما يجيب حرب، ربنا ما يجيب حرب، لا زال العصر ربنا ما يجيب حرب، لكن افرض حصلت حرب، افرض يعني دي حاجات يا جماعه، دي ابسط الاشياء، والله في حاجات نحن لكن لازم نقولها، لازم نقول عشان الشعب السوداني يفهم انه يدرك نفسه ليه وحدتك وليه استمرار ثورتك دي مهم، لانه الثوره ما انتهت، انت ربنا ادانا فرصه، جمع علينا كل الخونه وكل العملة وكل الزباله في سله واحده، في سله واحده دي محمده، يعني حتى دماء اخواننا الشهداء دي ها ما حتروح هدر، لازم نحن نقيم دولة العدالة ونقيم دولة القانون، دي الدولة المدنية، ما يقعدوا يخوفوا الناس بالدولة المدنية والدولة العلمانية والصراع اللي قاعد يسوقوا الناس السياسيين ديل يا اخواننا ننسى خالص، لانه نحن خليك من سيادة الدولة، نحن بعد شوية حنكون شعبي مستعبد لشعوب من حولنا، لانه قوتنا ذاته بيجي خش لنا دوانا هيجينا عبر دول اخرى، ليه؟ لانه قياداتنا الخائنه العميله قاعده تكسب في الوقت عشان تمكن المحاور، تمكن المحاور من السيطره على باقي المؤسسات السياديه والاستراتيجيه، والمينا دي اخطر مؤسسه استراتيجيه ومعنيه بالامن القومي. المينا لما المينا بتاعتك خلاص تاني دارين نشوف الاتجاه الماشين بيه، فجأة يجوا عشان يخموا الجماهير زي ما كانت الإنقاذ بتعمل بالكورة، نفس الشيء حصل في يعني أنا ما أقدر أقول نفس السيناريو، تركي آل الشيخ انتقل بهيئته عشان يمشي هناك السودان يرأس نادي الهلال فخريا، أنا ما أقدر أبشر الهلال أقول له مرحب بالهلال عشان انتهوا منك، لانه لو ناس الهلال واعين بيعرفوا تجربه تركي آل الشيخ في مصر ومع الاهلي المصري، ولكن الفرق انه الاهلي المصري عنده جماهير قدرت توفق، لكن نحن في السودان عندنا جماهير للاسف الشديد ما عندها مانع يجي اشرف الكاردينال وادارات الانديه، هذا المجرم يعني ده من العصابات بتاعت الانقاذ، عصابات غسيل الاموال ومن السوس الدمر الاقتصاد السوداني، يجي يرأس الهلال ويزل ويهين رؤساء الهلال ويعمل لغنا ويخوت نفسه اليوم كله، لانه يا جماعه دي كلها الاشياء القيم اللي انهارت، هم بيحتمدوا انا اسيطر عليك كيف؟ من امه انت لو دارت انتشر الفساد خلاص انسى، الأمة انهارت، الأمة انهارت، ده شغل المحاور بقى دارين يخشوا من جوا، ما اكتفوا بالإعلام الموجه، ما اكتفوا بالعملاء بتاعنهم في الداخل، بعد ده هم خلاص سيطروا، العملاء دورهم انتهى، يدفعوا لحميتي تاني لشنو؟ ولا يدفعوا لبرهان لشنو؟ ما دام هم وضعوا يدهم على الوطن، ده اسمه تملك بوضع اليد، لأنه ساعدوه اللي سموا رجال الدولة السودانية والسياسيين المنفنسين دين السياسي اللي عنده مصلحته التجارية والبزنس بتاعه قبل الوطن، قبل الوطن، عشان كده الصراع الدائر في الخرطوم السع يا جماعة، الصراع الدائر في الخرطوم السع ده اللي هم قاعدينه بتاعنا الحركات المسلحة، والله حقه يخجلوا، والله يا جبريل ويا مني ويا مالك عقاب ويا ياسر عرمان، والله حقه تخجلوا، لكن بتخجلوا كيف؟ ما في عميل بيخجل زيكم وزي قيادات الأحزاب العميلة، انتوا هسه عملتوا سلام وحركات دارفور الألف دي خشيتوا السلام ديل، ما تمشي توقفوا الشيء حاصل في قريضة، لكن ما فيكم راجل بصر هناك، لكن جبريل عنده استعداد يسوق جماعته ناس حركة العدل والمساواة ويلبسهم كاكي ويمشي يرقص مع الجيش، لأنه ده دوره، لأنه ده الكيزان،
لكن ما عندهم سبب. إن شاء الله الفلاطة والمساليد انقرضوا في دارفور. ولما كنا بنقول قضية دارفور دي قضية بتاعت الكيزان وصنعان كيزان عشان عندهم أهداف ونجحوا في أن يتمكنوا بها واستخدموا الحركات في طالة عمرهم وشرعنتهم. شرعنوا الحركات شرعنوا الإنقاذ لأنه كانوا بيوقعوا اتفاقيات بالقطاعي كل ما ثلاثة يتشاكلوا يوقعوا اتفاقيات ونفس اللي اتشاكلوا ديل أسرع مش تلاقوا في الخرطوم في نفس الفنادق. بدل يمشي يقولوا نحن مشكلة المعسكرات ونشوف لهم قطع أراضي دارين يشوفوا قطع أراضي لنفسهم في الخرطوم عشان تعرف الناس زي الكذابين وسفلة وأرزغية وتجار. أنت وطنك الخرطوم بتغاتل هنا عشان تصل تسكن الخرطوم؟ بالله تخيل السفه اللي نحن فيه ده. دي الرجال يقودوا دولة ولا دي عقليات؟ أنا بستغرب. لكن كانوا عندهم قطيع وقطيع خطير جدا جدا سايق لهم السكة بتاعت العنصرية وقابلتهم العنصرية المضادة تلاقى الجهل بالجهل. يبقى يا جماعة الشعب السوداني تفضل نصيحة لكم لله أي عربية أو أي حاجة تصرف الشعب السوداني كله أتمنى تعملوا الحركة دي. أي زول يغتل امرض عربيته أي سوداني عربيته دي النمرة بتاعتها يغطيها أي سوداني سايق عربية يغطي النمرة بتاعته. كل السودان كان لوري كان عربية صغيرة عشان توروا الناس ديل أنه نحن السلطة. السلطة ما هو السلطة عند الشعب. السلطة الحقيقية عندكم أنتم الشعب السوداني عشان لما تقول لهم نحن ما بنحترم حكومة ما بتحترم القانون ما بنحترم حكومة. الدولة مهمتها شنو؟ الحكومة مهمتها شنو؟ الحكومة مهمتها شنو؟ في الأساس الحكومات مهمتها شنو؟ مهمة الحكومات شنو؟ تنظيم الحياة بين البشر تنظيمها بشنو؟ بالقانون. لما الحكومة نفسها تنتهك القانون وتسمح بانتهاك القانون وتنسب جهات بتنسب نفسها للحكومة والسلطة وبتركب عربات بدون نمر وتحتضر وتقتل وتضرب وتدنس. أبقى أنا أحترم الحكومة ليه؟ وإلا أنتوا هنبقى نحن متماهين مع الخطط دي عشان في أجانب بكرة هيقتلوك باسم الحكومة لأنه في أجانب جابوهم لك في الحركات وجابوهم لك في المفاوضات. دين حيكونوا سلطة تنفيذية في الدولة الهاملة دي حيكونوا عندهم مناصب دستورية تحميهم زي حماية تدار يحمي أصحابنا صديق ودع المجرمين زي ما عمر البشير كان بيحمي المجرمين ولموا لنا الإرهابيين كلهم الفلسطينيين والأردنيين كل الخبط وأدوهم جنسيات وملكوهم أراضي وأدوهم استثمارات وبيوت ودمروا الشعب السوداني. ده نفس البرنامج الآن السعودية منتقلة عشان تركيا آل الشيخ عشان يلموا الهلال عشان بكرة ناس المريخ يغيروا ناس الحكومة يجيبوا لهم حرامي يخطوا لي ناس المريخ عشان يشغلوا الجماهير لأنه هم بيحتبروا الشعب السوداني قطيع. عشان كده رسالتي للشعب السوداني الفضل نحن يا جماعة ما نجيف لأنه لو وقفنا والثورة دي يا جماعة قعدنا نتفرج والله العظيم وأنا بقول لكم وبحذركم هتصحوا ما هتلقوا أي وطن لأنه دين ما رجال برهان ولا غيره زيه زي ابن عم بكرة يمشي يرموه في قصر في السعودية ولا في حتة ويشغلوا له أولاده كده. بعد 50 سنة بعد 60 سنة يرجعوا السودان تاني عادي يقولوا لك ده أبوه أو كان جده حميتي كان بطل وهو جده كان خاين وعميل أو يقول لك ده جده المرهان والله كان بطل وكان قائد الجيش وهو عميل وخاين ومنبطح. جاء الدراس من الخلم الأشياء وخلى رجاله يحيوه. ده التاريخ قاعد يزيف في السودان كده. يبقى نحن الشعب السوداني تفضل انت الناس زين ما ناوي لك على خير عشان كده يبقى نحن وعينا حقه يرتفع
وثورتنا مستمرة وحيشككوا. طبعا حتجي أي شرفاء حيجوا مهمة الإعلام الموجود يشكك فيهم. بالنسبة لفيصل محمد صالح واللي هو قال ما بيسحب احتزار، وأنا أتحدى فيصل وأتحدى لأنه أنا ما بصدق أي سياسي سوداني، كلهم كذابين. بكرة بعد بكرة يا فيصل حتضغط تلحس تصريحك ده، وزي ما قلنا لكم حيجي يسهر المتحدث بتاع اسمه قوات الدعم السريع هيقول لكم سلمنا المتهمين للجهات الرسمية. الجهات الرسمية منه الحبر النائم العام اللي هو مهمته برهان يدي تعليمات طلع كتاي طلع فلان، عشان كده العمر والخونة يدخلوا الدولة السودانية ويطلعوا في أي وقت، أمثال ناس طاع عثمان الحسين وصلاح غوش وكل المجرمين دي بيخشوا ويطلعوا في أي وقت، ولا في زول بيسألهم. ويمكن بيلتقوا بالقيادات السياسية، والقيادات السياسية مهمة تبرر له لأنه دي الشركاء في يوم من الأيام أو ماسكين عليهم ملفات. عشان كده بيجي أنت الشعب السوداني أنت وأعداء دي العدو للشعب السوداني، كل المكونات الموجودة دي أعداء للشعب السوداني وللدولة الوطنية السودانية الحديثة، وكلهم عندهم أجندة. شوف التلهف، شوف التلهف. لو ناس فعلا عندهم برنامج وجايين لإصلاح ولاستقرار ولسلام حيقعدوا يتصارعوا في كراسي سلطة؟ لا لا، أي زول عنده مهمة جاي يأديها لدولة من دول المحور ويستلم قروشه ومؤمنين نفسهم اللي عندهم جوازات أجنبية ومؤمنين استثماراتهم. دي الحقيقة المرة الناس ما قادرة تفهمها، لكن حق الناس تستوعبها. والثورة دي مستمرة حتى النصر، والشرفاء يملؤون هذا الوطن. رغم يعني يا جماعة كسرت اختلطت الأمور، اختلط الحابل بالنابل. عشان كده كل الأخبار بتجي والبيخموا بها الناس دي بتجيف وراها جريمة زي جريمة النينة دي. الناس مشغولين بإحسانها ربعت مع زوجها، ومشغولين ما عارف بكباشي ما مشى ولا النبي نديب قال بلا نبي نديب بلا غيره. ده من زمان نحن عارفين أدوارهم شنو، يتكلمنا لكن كانوا بيدافعوا عنهم اللي عندهم مصالح معاهم. كثير من منظمات المجتمع المدني واخواننا ذاتهم الشيوعيين نبي لذيب اللي كان خدت له صفحه الجريده دي الصفحه الاخيره يكتب كان احتراما للودد بينه وبين الشيوعيين ما يمشي يجي في يدافع عن صلاح غوش اكثر من اذل واهان الشيوعيين. لكن تستعجب في السياسه السودانيه وامر السياسه السودانيه، يختلفوا على مصالح الشعب السوداني ولكن يتفقوا على مصالحهم. تجي يقول لك دي ائتلاف جامع ونحن كقوة سياسية، عندهم المبررات جاهزة، لابد أن نتحد ونلتئم. وبعد ذاك يجي يقول لك والله نحن كحزب رؤيتنا بلا رؤيتكم بلا قرفكم، انتوا رؤيتكم ما عندكم رؤية، رؤيتكم كلها فاشلة. لأنه لو كان عندكم رؤى وعندكم استراتيجية وعندكم خطط ما كان نحن الآن في محاولات لاسترداد وطننا، ما كان جيتوا اتبعتوا ما تبقى من الوطن ومن كرامة الوطن في الفترة الغليلة دي. جماعة في الفترة بتاعت السنتين ده حصلت بلاوي، في حاجات اتدفنت في السودان، دفنوها المجرمين دي الناس حميتني اللي بيقول لك أنا قاتل وقاتل وأي زول بقوة ما عنده قوة. أنا بشكركم كل الناس التابعون كل من شير لكم التحية، وشكرا لكم وإلى أن نلتقي في لايف آخر.